برعاية الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي وبالتنسيق مع المجلس البلدي في بلدية بنت بيا، شرعت العيادة المجانية بتقديم خدماتها للمرضى في أولى محطاتها بالمركز الصحي تناحمة. شملت العيادة إجراء كشوفات صحية في الأمراض العامة والنساء والولادة وتقديم العلاج وفق المتاح من الأدوية التي استهدفت مختلف الأعمار، من بينهم كبار السن العاجزون عن الحركة، فقدمت لهم الرعاية الصحية في منازلهم. نقوم بحول الله هذه الأيام باستقبال العيادة المجانية اللي باعتبارها برعاية الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي وبالتنسيق مع المجلس البلدي ببلدية بنت بيا، نقوم بتوفير اللي هو العيادة المجانية داخل نطاق بلدية بنت بيا في المناطق، اليوم في منطقة تناحمة وإن شاء الله في المحطات القادمة راح تكون في معظم مناطق بلدية بنت بيا. 3 أيام هي المدة المخصصة لعمل العيادة المجانية بمركز تناحمة، وتستمر الحملة شهرا كاملا حتى تصل باقي المحلات في بلدية بنت بيا، وذلك بمعدل 3 أيام لكل محلة، تأتي بهدف تخفيف أعباء العلاج الباهظة عن المرضى. خدمة مع منظمة الهلال الأحمر الليبية، نخدم على أساس خدمة عيادة مجانية متنقلة، فيها طبيب عام، فيها دكتور النساء. الطبيب العام يقدم خدمة للأطفال للناس الكبار على أساس يشوف الأدوية اللي متوفرة اللي ناقصة عليهم الأمراض المزمنة. العلاج الحمد لله متوفر إن شاء الله. خطوة تأتي في وقت يعاني فيه سكان الجنوب الليبي أكثر من غيرهم من تداعيات انهيار النظام الصحي في ليبيا نتيجة غياب خطط واضحة لتحقيق استدامة الخدمات الصحية.